اللي خد العربية دي بقوله فات يا اخويا. شو تفضحينا بيركنها يعني في امان؟ ايوه نعم مساء الفل. احنا تبع الباشا. باشا سيبوه. مساء الخيرات يا باشا. تعال مين دي؟ دي معايا يا باشا. معاك مراتك؟ لا يا باشا دي مرات ابن عمي وشريكتي. اسمها ايه؟ فتون. فتون حلوة الفتون دي. يا حلي ايامك يا فخامة. فخامة؟ حلوة فخامة دي وجديدة كمان. وانا عادل. اهلا يا عادل. اشربوا يا عسل. اي حاجة من الازايز دي اجربها يعني. ده انت مجرمة بقى. نوم يا ابني كاسين. خليك جربي حاجة من الحاجات دي عسل. خير يا عادل؟ خير يا باشا. انا كان معايا قرشين كده كنت عايز احطهم في البنك باسم سعادتك. كام؟ 20 مليون. 20 مليون؟ حتة واحدة؟ عايز تغسلهم انت ها؟ يعني اشرب عادل. طب بص عادل بقى، ال 20 مليون دول مبلغ مش مهم، روح تاجر بيهم في الخردة او عند قطعة غير مستعملة. في سماسرة بيعملوا كده على فكرة، وفلوسك هترجع لك ورا. لا الواضح بقى ان انت مش فاهمنا. طب ما تفهميني. الباشا اللي قاعد قدامك ده قبل ما يبقى باشا كده كان شقي حبتين. انت عليك احكام عادل؟ لا يا باشا عادل معلوش حاجة، انا اصلا اسمي راشد. فهمت. يعني انت جاي اللي عايز اسم جديد بورق سليم، تمسح صفحتك القديمة وتفتح صفحة جديدة. الله ينور عليك يا باشا. 4 مليون جنيه. وانا كمان عايزة. انت ايه؟ عليك حكم. فاشر حكم. انا عايزة اقرب يعني، ومش هدفع ولا مليم طبعا. ما تجيب لنا شوية من ده اسمه ده ايه يا باشا ده؟ حلو قوي. خمرة. ما تجيب لنا شوية خمرة. خمرة. ما تجيب لنا شوية كده. تسلم.